وتكلم كلام كثير انه اذا مصلحه الحزب انه ما يجوز لك تنتمي لاي حزب ثاني طالما انت اخواني، الا اذا رات الجماعه انك تخش في حزب بما يحقق مصلحه شنو؟ الجماعه. وده ما يسموه يا جماعه؟ الاختراق. خشوا في انصار السنه فارتقوهم حته حته، انصار السنه كانوا واحد. طلعوا منهم الجمعيه الحبوب عثمان الحبوب بقوا اثنين، انصار السنه اثنين. طلعوا منهم من الصافيه مختار البدري وشالوا التلفزيون في مسجد المسره بتاع الصافيه علقوه بنص الجامع، ردموا لك طوب وبساطين، قالوا الشيطان والليله قاعد يتصور. الليله قاعد شنو؟ الردم التلفزيون الليله قاعد شنو؟ يتصوروا يجيبوه بالتلفزيون. ليه؟ لانه اخواني كوز مزروع في هؤلاء عشان يفرتقهم، دي كانت مرحله. وكان بيقول الاماره حرام وانصار السنه من الفرق الناريه ال 72 الهالكه. الليله جرى خش معاهم هو ده برنامج محاضرات معاهم سوا في مختار بدري، في دكتور محمد الامين اسماعيل خش بجاي ثاني مع ناس المركز العام، دكتور خالد عبد اللطيف، مختار البدري، عبد الحفيظ العدسي. شفت كيف؟ كلها جاطت الشغل. خش بجاي ثاني معاهم مختار بدري، دكتور عثمان الحبوب، قسم الله نورين. خش ثاني معاهم بجاي، دي اعلانات بعد محاضرات انا جبتها. خش بجاي ثاني معاهم محمد الامين وزعت الله، ديل شوفوا بتاعنا المزاد. الشيخ مختار البدري تحت عنوان جماعه انصار السنه المحمديه. ده القبيل كان بيقول فرقه ناريه لكن جبهجي. اوعك تقول تحلف اقسم بالله، لا ما في اخواني بنصدقه لانك ما بتعرف الله حق المعرفه. عشان نحن نقول حلفت بالله ودار تباهي معناته صادق كذاب ودجال. لما اعتقلوني الكيزان 50 يوم في ثلاجه جابوا لي في اليوم ال 36 جابوا لي مختار واحد اسمه محمد زين بتاع الاستمنه ذاك مجموعه الاستمناء الخيريه لو تذكروا، وذاك واحد اسمه مين هريره، جابوهم ثلاثه. ليه؟ قالوا رجعوني من منهجي والله الذي لا اله غيره ولا رب سواه. قاعد يشكر في الاخوان المسلمين وفي سيد قطب وبالمقابل يسب في شيخ ربيع وفي العلامه الشيخ ربيع وفي العلامه الامام محمد امان الجامي، يصيب فيه قدامي. رديت عليه ونجمته لما بقى يضحك وزاد. عرفته؟ اجابوا منو؟ اجابوا منو؟ جابوا الكيزان. يا ناس الشغل بتاع الصافيه وشنو ده؟ ده شغل بتاع كيزان. فارتقوا به وانصار السنه، صار السنه كانوا واحد، طلع جمعيه بقوا اثنين. طلعوا ناس الصافيه بقوا كم؟ ثلاثه. الجمعيه كانت واحد مكمله للثلاثه. بقوا اثنين، جمعية جناح الحبوب وجمعية جناح الوابل الصيب صالح اللمين، بقوا جمعية اثنين زي الصافية واحد ثلاثة، زي أنصار سنة إصلاح أربعة، زي أنصار سنة مركز عام كم؟ خمسة. الفرتقوا منه الجبهجية بما يسمى به التغويص والغواصات والجواسيس وغيره، لأنه في الأول صراحة بدوا توحيد، شغالين توحيد فل نظيف في البداية. لما كبروا الكيزان ما بخلوك تكبر، طالما انت ما معاهم ما بخلوك تكبر. دخلوا ناس شنو؟ فارتقوه. والان دخلوا لكم انتوا ذاتكم ناس في الفيسبوك، مين كده سالم، مين خرطقت، مين كده بتاع، دخلوا ودايرين لخبطوا الشغلانه، يرفعوا لاخواننا وسود التوحيد. شيخ احمد البدوي شاهد، وشاهد شيخ ابو بكر اداب، صفحته بقت كبيره، الاف من اخواننا خشوا معاه، دراويش ما فاهمين حاجه، خشوا معاه ساحات الفداء. شممتوا رائحه المسك في توريد، ما بقى ها ده احمد البدوي؟ لخبطوا الشغلة كلها جاتوها. فيا ناس انتبهوا، الزول ما يبقى دلوكة، لا تكن دلوكة، تمشي ورا اي زول تكون جاري وراه. خليك كيس فطن، خليك زول ثقيل، خليك زول متأني. قال النبي عليه الصلاة والسلام: التأني من الله تعالى والعجلة من الشيطان. رواه ابن عساكر وصححه الألباني بالسلسلة الصحيحة.